الأندلس المغرب هو عنوان لقاء الأعمال والمقاولات الذي احتضنته مدينة الرباط، وذلك بين الكونفدرالية الأندلسية للمقاولين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى وكالات الترويج الاقتصادي الدولي الإسبانية. في تقديري هو أن اللقاء كان إيجابيا، فالمغرب بلد قطع أشواطا في درب التحديث، والحكومة وجلالة الملك يعملان على عصرنة المغرب. إقليم الأندلس والمغرب وإسبانيا لهم قواسم تاريخية وثقافية واقتصادية منذ مدة طويلة، ونحن أصدقاء وشركاء ونتقاسم صداقة قديمة، ونريد أن نمضي في هذا الاتجاه، ونريد لرجال الأعمال الأندلسيين أن يستثمروا في المغرب لأنه البلد الأكثر استقرارا وأمانا في منطقة المغرب العربي. اللقاء جمع عددا من الفاعلين في المجال الاقتصادي، خصوصا عالم المال والأعمال والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات المهمة في اقتصاد كل بلد. وبذلك الاجتماع هذا يهدف بالأساس إلى تطوير العلاقات المغربية الإسبانية وفتح مجالات وأفاق أوسع للتعامل تجاريا وصناعيا. هذه جهة اللي كتعرف دينامية اقتصادية جد متميزة، وعندهم اهتمام استراتيجي بالمغرب، وعبر المغرب كذلك اهتمام استراتيجي بإفريقيا. إذا الحضور الوازن ديال المقاولات، الحضور ديال رئيس الجهة، الوفد المرافق له، يعني الطموح أو الإرادة لكي أن باش يتبنى واحد دينامية جديدة وواحد يعني طفرة جديدة في هذه العلاقات واضحة. كل الشركاء والفاعلين كانوا في الموعد من أجل ترسيخ التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وأيضا لتبادل الخبرات والتجارب المهنية فيما بينهم للحصول على نموذج اقتصادي جديد ومهيكل وقوي.